رد على البلاغ الحكومي اللي اتهم طلبة ديال الطب وطب الأسنان صيدلة بأنهم مسيسون بأنهم عندهم أهداف سياسية مصالح سياسية. يعني حنا كان بصريح العبارة كنقولوا بأنه طالب ديال التنسيقية الوطنية هي مستقلة كتاخذ القرارات ديالها بناء على الجمعة وتصويت مباشر قدام الجميع. حنا ما عندناش أهداف سياسية، لا طالب ديالنا هي أكاديمية بحتة، كتهم التكوين ديالنا، كتهم المستقبل ديال طالب الطب، وكتهم المستقبل ديال الأجيال القادمة واللي باغا تولج لكلية الطب. حنا ما عندناش يعني أجندات، الهدف ديالنا هو أنه نرقي يكون تحسين ديال المستوى ديال التكوين ديالنا اللي عن طريقه غيكون تحسين ديال المستوى ديال التطبيب ديال المواطن المغربي. لذلك كنتمناو من الحكومة، كنتمناو يعني إذا كان هادشي مبني على يعني تقارير اللي هي مغلوطه، ولا كان مبني على يعني دي رابور اللي وصلوا، فكنتمناو فعلا بانه يكون هذا هو السبب، وما يكونش انه كان فقط لتبرير فشل ولا لتبرير توجه الحكومه نحو يعني التضييقات ونحو التهديدات ونحو الاتهامات. كنتمناو من الحكومه انه يكون حوار جاد ومسؤول. حنا غنوضعوا طلبات ديال اللقاء ديالنا كيفما العاده وكيفما دائما، وكنتمنى انه يكون استجابه لهم، استجابه للنقاط ديال الملف المطلبي، ويكون الحل ديال هذه الازمه في القريب العاجل. هذه القضيه ديال العدل والاحسان الصراحه ما انا المهم تعجبت. علاش؟ لان الطلبه الاغلبيه ديال الطلبه قسما بالله ما كانوش يعرفوا شنو هي العدل والاحسان، بانوا بداو كيبانوا واحد الرسائل ديال الطلبه كيقول لنا الله يخليكم اللي عنده شي معلومات ولا اللي عنده شي ارتيكل دو جورنال ولا شي كيدير العدل والاحسان يحطوا لنا باش نشوفوا شنو هو هادشي اللي كيتهمونا بالانتماء ليه. بانوا اكثر من ذلك زعما عاد شهروا العدل والاحسان ما بين الطلبه، بينتو ماشي اشهار ايجابي حتى كلشي فهم شنو هي الخطوره ديال ان الحراك يكون مسيس من العدل والاحسان، ولكن كان واحد التحفظ من الطلبه وحسوا بواحد النوع ديال الظلم. علاش؟ كيفاش ان ملي غادي نخرج ونطالب بمطالب وتعترف ليا في الاول بانها مشروعه وما نلقاوش الحل تردها مسيسه؟ فين هو المنطق ديال فين هي الكفاءه في لا جيستيون دو كريز؟ فين هي الكفاءه في ايجاد حلول للملفات الصعبه؟ ملف هو شائك صعب ولكن قانوني وعفوي وطلابي اكاديمي مشروع. فما كنظن ان هذا كان خطا، وكما قال ايوب في عنده الصحفيه اللي كنتمناو انه يكون مبني على معطيات خاطئه. خرجنا كطلبه وطلبه الطب راه معروفين شكون هما، وبهذه اللغه هذه راه ما خرجناش وصلت بينا العظم، ما راه كان يمكننا نخرجوا العام اللي فات العام اللي قبل، ولكن المشاكل غادوا كتزاد والاخلال باتفاق 2015 وعدم اخذنا بعين الاعتبار وطلبات الاجتماع اللي ما كيتمش الاستجابه لهم. هما كيقولوا لك دخلوا ونكملوا الحوار، وعلاش قبل ما كانش الحوار؟ ولا خصها تكون الازمه هذه يكون حوار؟ واش كمواطنين ما لهذه الدرجه الوزاره ما كتعتبرش كلمه فئه من المجتمع ديالها اللي هما طلبه الطب وطب الاسنان والصيدله خصهم تينوضوا يغوتوا تينوضوا يظهروا عاد غنسمعوا لهم؟ صيفطنا واحد الملف مطلبي في الاول لو تم غير بدايه غير ما قلنا احنا ما كنقولوش حلوا لنا كاع المشاكل دابا، ما يمكنش يتحلوا كاع المشاكل دابا، ما يمكنش يتحل السبيطار في اكادير وطنجه دابا، ما يمكنش يتعدلوا القوانين دابا، ولكن خص يبدا هذا الشيء وتكون نحسوا بواحد الرغبه ان يكونوا هذه الحلول هادو. كنطلبوا من المسؤولين انهم يشوفوا مصلحه الوطن اولا ومصلحه الشعب وصحه الشعب ثانيا ومصلحه هاد الابناء والبنات ديال الشعب وديال الوطن المغربي النخب ديال هاد الوطن هذا، راه خصهم يلقاو لهم حل ويحفظوا لهم التكوين ديالهم ويحاميوا على هاد الكليه العموميه اللي كنأكد ان رئيس الحكومه براسهم خرج منها. كليه الطب والصيدله ديال الدار البيضاء راه هي كليه رئيس الحكومه قبل ما تكون الكليه ديال الطلبه ديال اليوم، وهو ادرى بما فيها وما كان فيها وما اصبحت عليه. ما كان كان صراحه ما كان استغربوا بهذا المقاطعه باقا 100%. يلا المهم كنتبلغوا حنا جالسين في عندو صحفي كيوصلونا الارقام، الرباط مازال 100% بل دابا والتحقوا طلبه السنه السابعه. وكنعاود وكنذكر ان طلبه السنه السابعه ما لهم والو في هذا الملف، باش تعرفوا ان راه كاين واحد التضامن حمق واحد التضامن كبير ما بين هاد الطلاب هادو. طلبه السنه السابعه ما كيخصهم حتى شي نقطه في الملف ديالهم. سلام واخا كيناضوا كيعطلوا دابا النجاح ديالهم وكيحطلوا التخرج ديالهم بمقاطعات الامتحانات السريريه، لان ما غيقدروش يهزوهم دابا حتى للدوره الجايه، بمعنى عطلنا التخرج ديال واحد العدد كبير ديال الاطباء اللي هما الاطباء الطلبه ديال السنه السابعه. هذا السبب هذا سوء تسيير ملف. كان اذا كاخر كلمه خصنا نرجعوا لطاوله الحوار، والشكل النضالي المقبل
ولا الشكل الاحتجاجي المقبل خصو يكون في طاولة الحوار اننا نلقاو واحد الحل اللي يلبي المطالب ديال الطلبه اللي كيرضي وقابلين به الحكومه واللي غادي يحل هذه الازمه هذه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.